أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر صباح اليوم عدد من أصحاب سعادة السفراء، حيث أدى القسم كل من سعادة السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفير سلطنة عمان المعين لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، صاحب السمو السيد نزار بن الجلندة بن ماجد آل سعيد سفير سلطنة عمان المعين لدى الجمهورية الإيطالية، سعادة السفيرة ميثاء بن سيف بن ماجد المحروقية سفيرة سلطنة عمان المعينة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، سعادة السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عمان المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة السفير الدكتور هلال بن عبد الله بن علي السناني سفير سلطنة عمان المعين لدى الجمهورية التونسية، سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي سفير سلطنة عمان المعين لدى الجمهورية اللبنانية، سعادة السفير عبد الغفار بن عبد الكريم بن عيسى البلوشي سفير سلطنة عمان المعين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، سعادة السفير سيف بن ناصر بن راشد البداعي سفير سلطنة عمان المعين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السفير أحمد بن علي بن سعيد الراشدي سفير سلطنة عمان المعين لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سعادة السفير محمود بن حمد بن ناصر الحسني سفير سلطنة عمان المعين لدى الاتحاد السويسري، سعادة السفير محمد بن عبد الله بن عوض النهدي سفير سلطنة عمان المعين لدى جمهورية قبرص، سعادة السفير حمود بن سالم بن عبد الله آل توية سفير سلطنة عمان المعين لدى جمهورية روسيا الاتحادية، سعادة السفيرة إرما بنت سعيد بن محمد الكثيرية سفيرة سلطنة عمان المعينة لدى بروناي دار السلام، سعادة السفيرة رؤى بنت عيسى بن أشرف الزجالية سفيرة سلطنة عمان المعينة لدى مملكة بلجيكا، سعادة السفير السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعين لدى مملكة البحرين، سعادة السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفير سلطنة عمان المعين لدى مملكة إسبانيا. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.